أهلا بيكو في الجزء الأخير من المحاضرة الأخيرة في كورس Training of Trainers. في المحاضرة دي احنا بنتكلم على الـ Instructor Development، ازاي ننمي قدرات الـ Instructor اللي هو انت، ازاي الحاجات المفروض يلتزم بيها والحاجات اللي ياخد باله منها والحاجات اللي يحاول يعملها. في الجزء ده من المحاضرة هنتكلم مع بعض عن بعض النصائح، 10 نصائح اللي لو التزم بيهم المدرب يبقى إن شاء الله على الطريق السليم لبناء حياته أو بناء جزء من مستقبله، ربنا اللي أعلم بالمستقبل طبعا، كمدرب محترف. هنا هنبتدي بالنصيحة الأولى واللي مش أول مرة أقولها لك: Never stop learning. أنت وأنت في حياتك بشكل عام علشان تقدم أي مادة تعليمية لازم تكون تعرف قدها 5 6 10 مرات. عشان أديك ساعة في محاضرة في موضوع ما، probably أنا سمعت له محاضرات وحضرت محاضرات وقريت كتب وخدت كورسات وقدها كذا مرة علشان أنا استخلص منها الحاجة اللي أقدر أقولها. في حاجة كتير قوي من اللي أنت بتتعلمها مش هتقدر تعلمها، مش لعيب فيك وإنما أنت مش حاسس إنك تقدر تتكلم فيها كويس، وبالتالي أحسن ما تقولهاش. يبقى الباقي بقى من ده هو اللي أنت بتحاول تعمل منه المادة التعليمية اللي أنت بتوصلها. اتعلم دايما، دور. فاكرين لما قلنا التايم مانج في التايم مانجمنت رولز قلنا 10 تو 1 رول؟ ال 10 دول قلنا ان انت محتاج جزء كبير منهم يبقى يوميا بتدور على حاجه جديده تتعلمها. على فكره حتى لو بتتعلم حاجه ملهاش علاقه باللي انت بتدرسه بتتعلم حاجه جديده، وبالتالي امكانياتك بتوسع، امكانياتك العقليه بتوسع، قدرتك على التوصيل بتوسع، بتقدر تستخدم أمثلة مختلفة، حاجة من اليمين وحاجة من الشمال وانت بتتكلم، تقدر تجذب بيها انتباه المستمعين ليك، وبالتالي عمرك ما هتتعلم حاجة هتضرك. إذا ما كانتش هتفيدك فهي بالتأكيد مش هتضرك. Never stop learning. النصيحة الثانية إن السيرتيفيكيشن ساعات بيساعد، وهنا بقول ساعات بس خلينا الاول نتكلم على السيرتيفيكيشن. السيرتيفيكيشن هو ان انت يبقى معاك شهاده معتمده بالكلام اللي انت بتقوله. مثلا انت دلوقتي هتيجي وتقول والله يا جماعه انا عايز اشتغل عندكم ترينر، انا خدت كورس تريننج اوف ترينرز. خدت كورس تريننج اوف ترينرز اونلاين، غير خدته في المكان الفلاني، غير خدته مع الاستاذ الفلاني، غير خدته في المركز الفلاني، لكن في الاخر عندك حاجة بتقول بيها أنا خدت كورس. مثلا أنا بقول لكم أنا واخد دكتوراه، دي سيرتيفيكت. السيرتيفيكت دي على فكرة في تفصيلها قوي 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 إن أنا واخد دكتوراه في إيه، هتلاقي إن أنا واخد دكتوراه في حتة قد كده في الهندسة. أوكي؟ لكن اللي حصل إن الناس لما بقول لهم أنا دكتور فلان الفلاني واخد دكتوراه في الهندسة بيتصوروا إن أنا عندي معلومات كتيره في الهندسه. طبعا هنا مش بقول لك الكلام ده عشان تستغله بان انت تغش الناس، وانما لما بتقول انا معايا سيرتيفيكت الناس ما زال الكلام ده بيهمها. لما تقول انا معايا تريننج اوف ترينرز كورس بيساعد الناس. لما بلاش اسيب معاك تريننج اوف ترينرز كورس، داخل تعلمهم حاجه في السيفتي مثلا بتاعه الاندستريال سيفتي، لما تقول انا معايا سيرتيفيكت في الاندستريال سيفتي الناس هتهتم وتسمع ولا لا؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على بيلدينج كريديبيليتي بينك وبين الناس؟ فللاسف ان الناس لغايه النهارده بتهتم بموضوع السيرتيفيكيشن. فما يمنعش ابدا ان انت تحاول يبقى معاك السيرتيفيكتس اللي تخلي الناس تثق فيك علشان تعرف تقول لهم الحاجه اللي انت بتحب تقولها. ف يس وين بوسيبل بي سيرتيفايد. الحقيقه انا بقول ماي هيلب لان في ترند بقى النهارده، وانا شخصيا مبسوط جدا بالترند. يمكن انا واحد من الناس ربنا انعم عليا بشويه شهادات مش وحشه، لكن الحقيقه لا، في ناس معهاش شهادات وعندها امكانيات رائعه
خسارتهم ايه؟ بنخسرهم عشان معهوش سيرتيفيكت. الترند بقى في ايه؟ بقى ان بقت الناس دي تقدر توصل والناس دي تقدر تتعلم. طبعا في هنا حته في النص، وهي ان يعني السيرتيفيكت ساعات بتقول ان انا فعلا اعرف مش بنصب عليك، ودي الحته الرمادي اللي لسه الحقيقه ما اتحلتش، لكن ان شاء الله هتتحل، لان السيرتيفيكيشن هيصبح شيء من الماضي، او على الاقل السيرتيفيكيشن بالشكل التقليدي اللي احنا نعرفه هيصبح شيء من الماضي، وهيبقى البروف اوف نوليدج، البروف اوف سكيلز، البروف اوف ابيليتيز اللي انت بتقدمه، مش الشهاده اللي معاك. فخلي برضو خلي ده في اعتبارك وانت بتنمي الكارير بتاعك. كوميونيكيشن سكيلز قلناها وقلناها وقلناها وبنقولها، ديفلوب يور كوميونيكيشن سكيلز. الكوميونيكيشن سكيلز دي سكيلز زي العضلات. العضلات عندك عضلات، هتروح الجيم عضلاتك هتبقى اقوى، هتروح الجيم اكتر عضلاتك هتتحسن احسن، يبقى اتس كونتينوس بروسس، دايما بتحسنها. ما حدش بيتولد عنده كوميونيكيشن سكيلز رائعه ولا كوميونيكيشن سكيلز من اصله، وانما بتتنمى، بعضها بيتنمى في اثناء التربيه، بعضها بيتنمى في المدرسه، بعضها بيتنمى بعد ما تشتغل، لكن هي دايما في حاله نمو مستمر لو انت بتراعيها وتاخد بالك منها. ما بتاخدش بالك منها ومش بتراعيها، مش هتنمو الكوميونيكيشن سكيلز، هتنمو حاجات تانية، هتربي قدرات في حاجه تانية، رياضه، في ديزاين، في اي حاجه، كويس حلو، بس الكوميونيكيشن سكيلز مش هتنمو معاك. ليه؟ لانك ما بتدربهاش. يبقى انت محتاج تديفلوب يور كوميونيكيشن سكيلز، which brings us ليه practice practice practice. قعدنا نتكلم على practice بتاع كوميونيكيشن سكيلز، practice الماده العلميه اللي انت بتوصلها. الاول لو لسه امكانياتك ضعيفه، يبقى practice ان شاء الله قدام المرايه، اقعد وكلم روحك قدام زمايلك وصحابك. بعد كده ابتدي ادي المحاضرة، اطلع بيها في وسط مجموعة من الناس، تعرفهم او ما تعرفهمش، دور على الفرصة اللي تعمل بيها براكتس. براكتس دايما هيحسن من امكانياتك. بتدي المادة العلمية دي لاول مرة، هتلاقي اللي بيطلع منك حاجة تعبانة وضعيفة جدا وانت مش مبسوط قوي منها. طيب ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي عليها؟ طب ايه الامكانيات اللي ممكن ازودها؟ طيب طيب، كل ده بيجي بايه؟ براكتس براكتس براكتس. بعد كده خلي بالك ان انت دايما ممكن تبقى كويس، دايما ممكن تبقى احسن. اي حد يقول خلاص انا كده وصلت، يبقى ما بيعرفش حاجه. انت دايما عندك حاجه ممكن تتطور، يبقى دايما دور عليها، علشان انت النهارده رائع وممتاز وخطير، ممكن تبقى احسن وممكن تبقى احسن، دايما هتضيف اعتبار. You'll never be perfect. Never be perfect. يبقى عشان كده انت في حالة improvement مستمر، دايما في حالة بحث عن النقط اللي ممكن تحسنها من امكانياتك وقدراتك علشان تبقى بيها احسن. نتورك. نتوركينج النهارده مفهوم النتورك مش وحش مش غلط. السوشيال ميديا، فيسبوك، لينكد ان، يوتيوب، لكن في نوع تاني من النتورك ابتدينا ننساه، الناس. بتقعد في وسط الناس ولا لا؟ بتتكلم مع الناس ولا لا؟ بتنزل في مؤتمرات، بتنزل في تجمعات، بتعرف ان في ايفنت في المكان الفلاني وتروح تحضره وتشوف الناس وتحاول تتواصل مع الناس ولا لا؟ في ايفنتس على فكره، لو انا بتكلم هنا على القاهره بشكل عام ومصر بشكل اكبر، في ايفنتس تقريبا على مدار السنه في كل حته، ايفنتس تعليميه صغيره، لو انت تعرف حد في جامعه اكس واي زد، اعرف منه الايفنتس بتاعت الطلاب اخبارها ايه، وروح اسمع وشوف الناس بتقول ايه. سمعت عن ايفنت في الفيسبوك وتعرفت انها قريبه من مكان قريب منك، وسواء بفلوس او من غير فلوس تقدر تروحها، روح شوف، اتعرف على الناس، اعمل لك كارت كده صغير، حط عليه اسمك وحط عليه كونتاكت انفورميشن بتاعتك وانت بتعمل ايه بسرعه، بحيث ان انت تقدر تكوميونيكيت مع الناس. كيب ان تاتش مع الناس اللي انت ان كونتاكت معاهم، سواء على السوشيال ميديا او سواء ان لايف، بالتليفون، بزياره، بمكالمه، بمقابله. طبعا انا مش بقول لك هنا كمان على اهميه ده في حياتك الشخصيه،
في حياتك الشخصية أولى وأهم، لكن في حياتك العملية حط دايما جزء من اعتباراتك ان انت دايما open، ان انت تتعرف على الناس وتتكلم مع الناس، لان في الاخر هو ده اللي بيبني الكارير بتاعك. الكونتاكتس بتوعك، النتورك بتاعتك هي اللي بتبني الكارير بتاعك، فدايما صب فيها من وقتك ومن مجهودك، لان هتساعدك مع الوقت وهتبني امكانيات احسن واحسن ان شاء الله. Expose your work. نصيحة دي نصيحة الحقيقة، أنا واحد ممكن قلت لكم قبل كده، أنا واحد من الناس المؤمنين بأهمية الـ Open Knowledge. بس الحقيقة حتى لو أنت مش مؤمن بالـ Open Knowledge، أنا بقول لك أهو، لما بتحط حاجتك، أنا لما برفع فيديو زي ده على اليوتيوب، لما بحط السلايدز بتاعتي وأخلي وأعرف الناس إن في سلايدز بتتكلم عن الموضوع الفلاني، لما بعمل لقاء في مكان ما وأسجله وأنزل صور بتاعته والناس تعرف إن أنا بشتغل في الحتة دي أو بدي محاضرة في المكان ده، ده هيفيدك حتى لو أنت مش مؤمن بالـ Open Knowledge. لكن لو بقى انت مقتنع شوية حتى بموضوع الـ Open Knowledge، ابتدي حط محاضراتك، سجل وارفع على اليوتيوب، اعمل سلايدز وترفعها على سلايد شير او غيره، واعمل لينك وارفع واعرفها للناس من خلال فيسبوك، لينكد ان، وغيره من النتوركس. لو انت من الناس جوجل بلس، وان كانت اعتقد بتاعت جوجل بلس خلاص تختفي يعني من الصورة، المهم ان دايما طلع حاجة وخلي الناس تشوفها وتشوف انت بتعمل صورة، مجرد ما في صورة وعليها تعليق انا كنت مبسوط لما اديت المحاضرة دي في المكان الفلاني، الناس هتعرف انك بتدي محاضرات. يبقى الاكسبوجر ده، الاكسبوجر بتاع شغلك، الاكسبوجر بتاع النشاطات بتاعتك، هيساعد في ان هو يجيب لك شغل، هيساعد في ان الناس تعرف ان انت بتعمل حاجة، يبتدوا يتصلوا بيك، يبتدوا يحاولوا يتواصلوا معاك ويعرفوه. يبقى انت في الاول you're trying to reach for people، وبعدين اللي هو النصيحة اللي فاتت عن طريق networking. الطريقة النصيحة التانية exposing your work، ده انت بتدعو الناس ان هم يتواصلوا معاك، فانت كمان عندك الناس اللي انت مش عارف توصل لهم ممكن هم يوصلوا. بعد كده دايما اختار البدايات بتاعتك في الحاجات اللي انت بتحبها. الحاجة اللي انت بتحبها وبتحب تتكلم عنها هي اكتر حاجة انت هتحط جواها من روحك ومن قلبك ومن امكانياتك، دي هتخلي الناس تتشد ليك، وفي نفس الوقت انت هتعملها باستمتاع. لما بتعمل حاجة انت بتحبها هتلاقي نفسك مستمتع وانت بتعملها، مش تعبان، مش بتعملها كده وانت يلا نقوم نخلص، يلا ربنا يعيننا على الشغل ده. طبعا ربنا يعيننا على كل حاجة احنا بنعملها، وربنا يعيننا على كل خير دايما ان شاء الله، لكن بتبقى انت مستمتع بالمجهود، مستمتع بالتعب، بتقف بتقعد بعد المحاضرة ورجلك مش شايلاك وانت مبتسم وسعيد ان رجلك مش شايلاك من المجهود اللي عملته في الحاجة اللي انت بتحبها. ابتدي دايما بالحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي انت بتحبها الناس هتحس ان انت بتحبها، ولما الناس تحس ان انت بتحبها هيحبوها معاك. يجي بعد كده طيب تبقى الحاجة اللي بتحبها، ابتدي دور على الحاجات اللي حواليها تخدمها بايه، في حاجات تانية بتحبها تقدر تضيفها للي انت بتحبه دلوقتي، الحاجات اللي حواليها. وبعدين في حاجات هتلاقي واحد يقولك طب تقدر تدينا محاضرة في الموضوع الفلاني؟ لا والله ما اقدرش، الموضوع ده بعيد خالص عن الحاجات اللي انا اعرفها والحاجات اللي انا بحبها. او ممكن اجابتك تبقى ايه، ممكن والله طب خليني اشوف الموضوع ده ما اديتش الحته دي قبل كده، وان كانت انا عارف اغلب الموضوع خليني ارجع لك. او والله الحته دي فعلا سمعت عنها صحيح ما درستهاش قبل كده خالص، دي اول مره في درسها، لكن انا عندي استعداد ونفسي حد كان يشوفني وانا بدرسها، او ان انا ادرسها لحد عشان عندي حاجات كتير عايز اقولها فيها. اي ما كانت الاجابه، بيت باي بيت باي بيت باي بيت بيبني كارير كبير وامكانيات كبيره، قدرات، كميه محاضرات بتبقى جاهزه معاك، تقدر بعد كده بعد مرحله معينه تستخدم القص واللزق، وان المحاضرات بتاعتك يبقى بسهوله بتجيب ماتيريال من هنا وماتيريال من هنا وماتيريال من هنا، تعمل كورس جديد وتبتدي الكورس الجديد تحط عليه الطعم بتاعه، تبتدي تضيف ليه بقى الحاجات الخاصه بيه غير الحاجات اللي جبتها قص ولزق من غيره، وهكذا بت باي بت بت باي بت. النصيحة العشرة never stop learning.
هي النصيحة الأخيرة، وهي كانت النصيحة الأولى اللي ابتديت بيها في الفيديو ده. Never stop learning. It's an infinite loop. على طول حط في بالك ايه اللي هتعلمه جديد النهاردة، ايه اللي هتعلمه جديد الشهر ده، ايه اللي الجديد اللي هتعلمه السنة دي، ازاي احسن من نفسي، ازاي انمي معلوماتي وقدراتي وامكانياتي ومعرفتي. دايما السؤال ده ما تنساهوش، تخليش السؤال ده ابدا يروح عن بالك. طيب، علشان بقى للأسف ان كل حاجة جميلة لها نهاية، انا طبعا بفترض ان الكورس ده كان جميل. انا شخصيا استمتعت بيه جدا، وساعدت جدا ان انا كنت معاكم في خلال 11 محاضرة دول. واذا كان في محاضرات جديدة ان شاء الله هبعتها لكم وهنزلها. لكن باختصار بسرعة دلوقتي، في المحاضرة دي احنا اتكلمنا عن الكومبيتنسز بتاعت الافكتيف ترينر، وبعدين اتكلمنا على الاستراتيجيز اللي محتاجها علشان توصل للاكسلنس او التميز بشكل عام، وبعدين اديتك شوية نصايح علشان تنمي الكارير بتاعك. عموما احنا شغلي بنزله دايما على اليوتيوب، دايما بحاول ابديت الشغل على الاكاديمي اوف نوليدج. لو انت سبسكرايب للكورس ده من خلال الاكاديمي اوف نوليدج، اي ابديتس هتنزل عليه هبعتها لك ان شاء الله. لكن في الاخر افكرك، انا ممكن اكون مصدر لشويه معرفه صغيره. المصادر كتيرة، ما توقفش بحثك المستمر عن المصادر. كل حاجة عايز تتعلمها هتلاقي مصادر تتعلمها منها، مادام في حد عملها يبقى في حد بيعلمها. دور وهتلاقي، ودايما حاول تنوع مصادرك. مش مثلا، انا بفترض بقى جدلا ان عجبك المحاضرات بتاعت محمد توفيق، مش يبقى محمد توفيق بس وعلى طول اسمع محاضراته هو، ماشي اسمع له بس دور على غيره، لان غيره بيقول معلومات برضه مفيده وهتلاقي احسن منه، وهتلاقي احسن منه كتير، وهتلاقي واحد ما يعجبكش بس هيقول لك معلومه تفيدك. خليك ده دايما في بالك، هو ده اللي هيبني انسان كويس يقدر يكون يعمل بشريه كويسه، يعمل مستقبل كويس. ما طولش عليكم بقى اكتر من كده. انا سعدت بيكم في المحاضره دي، سعدت بيكم في الكورس ده. ارجو ان انتوا تفتكروني في دعواتكم، واشوفكم دايما في محاضرات وفي كورسات جديده. وانا متشكر لكم. مع السلامه.